كيخليو هذا المجهود اللي درنا وكيبقاو يبخصوا ويتكلموا بالكلام لا يليق بالانسان العاقل. ولهذا كنقول لهاد الناس حنا سنستمر، راه كنا شي تحملات على النهايه ديالو كيوجد، باش نشوفوا كيفاش غادي ندبروا الامر ديال هاد المرافق الرياضيه كلها، واللي اليوم الحمد لله صبحت قصر كبير كتناقش في زوليخ سويسرا، الملعب ديال الملعب البلدي قصر كبير تمت عليه مصادقه مؤخرا في سويسرا في زوليخ من طرف الفيفا، الرئيس ديال الفيفا كيصادق على الملعب قصر كبير. خصنا نفرحوه ومنين نشوفوا الملعب في المستوى نفرحوه، ومنين نشوفوا الفرقه ديال التنوير المحمدي جات في البطوله الوطنيه دات المرتبه الاولى خصنا نفرحوه، ومنين نشوفوا نادي لوكوس في الدرجه الاولى خصنا نفرحوه، ومنين نشوفوا القصر كبير جاب الحكمه الجيده وفي مع الجماعات اللي هي 1504 الجماعات تم اختيار على 103 والان القصر كبير من الاوائل خصنا نفرحوه. منين نشوفوا شي حاجه للمدينه القصر كبير اللي هي اضافيه خصنا نفرحوه يعجبنا الحال. ولكن بعض المتشائمين بعض الاقليه اللي ما عندهمش الضمير الحي كنبقاو نشوفوا من بعد التصرفات اللي هي لا اخلاقيه ولا مسؤوله، سمحهم الله الله يهديهم. كمل دخل يقول ما عجب يمشي بحال هذاك تلعبها بالحجار وبالحباح حتى الصباط ما كانش عندي، كنا كنلعبوا الكره في الجبل بلا صباط وفي الحجار اليوم بالعشب الصناعي والامور الظروف ملائمه وبالاناره والظروف على احسن ما يرام الحمد لله، ونطلب الله يوفقنا ونتمنى نكونوا رضينا السكينه وهذا الصبيان هذا الجيل اللي الرهان ديال الوطن ديالنا عليهم. شنو دابا الحلم ديالكم نتوما عندكم؟ كلشي لعب الكره، ما فيكم لا طبيب لا استاذ. انا مهندس. انت مهندس؟ انا طبيب. انت بوليسي؟ انت شرطي؟ انت طبيب؟ مهندس معمار. وهذا طموح جيد هذا.